بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد من حصاد النادي الأهلي. في البداية عايز أتكلم على مشهد جميل، مشهد كلنا شفناه في الأمس، ورسميا النادي الأهلي بيعتمد لائحته الخاصة ويشكر النيابة الإدارية. مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا اعتمد لائحته الخاصة بعد انعقاد النصاب القانوني وإعلان السادة القضاة بقيادة سيادة المستشار شريف حشيش. أعلن أن النصاب القانوني اكتمل، بل بالعكس ده كان أكتر من النصاب القانوني، وحوالي 15,000 أهلاوي. 15,000 أهلاوي بجد إدوا درس للجميع، إدوا درس لكل من كان يشكك في وعي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، كل من كان يشكك في موقف القانوني للنادي الأهلي، كل من كان يشكك في أن النادي الأهلي لن يستطيع أن يقر لائحته الخاصة. وكان في لغط غير منطقي وغير موزون، حاجات كتير قوي فاجئنا واندهشنا بأنها بتبقى موجودة في الفترة اللي فاتت. ولكن النادي الأهلي لما بيكون في موقف محتاج أبنائه، أبنائه بيلب، جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه. الكلام مش مجرد كلام وخلاص، النادي الأهلي الكلام عنده أفعال، ولما الجمهور بيتكلم عن حاجة الجمهور هو اللي بيلبيها، لأن أعضاء جمعية العمومية النادي الأهلي هم من جمهور النادي الأهلي، عشاق النادي الأهلي، معجونين بمية النادي الأهلي. 15,000 واحد راحوا أدوا بأصواتهم، بعض منهم كان مخالف للائحة، عنده بعض من النقاط مختلف عليها، ما فيش أي مشكلة. ولكن أنا روح وتواجدت وقلت للناس كلها، مش بس لمن فعل الاسترشادية، لا للناس كلها، أنا موجود، أنا اللي بقود النادي بتاعي، أنا النادي الأهلي هو من يقود أبنائه، ولا أحد يستطيع التحكم في شؤون النادي الأهلي. كل عوار الاسترشادية أنا مش ما يناسبنيش وما يناسبش نادي بقيمة وحجم النادي الأهلي الأكبر على الشأن المحلي والإقليمي، وعلى الشأن أيضا نادي القرن وبيصل إلى العالمية. كل الكلام ده في إطار حب النادي الأهلي ده اللي شفناه، رموز من رموز النادي الأهلي القدامى والحاليين، أعضاء الجمعية العمومية اللي الواحد مش عارف يتكلم يدي لهم حقهم إزاي. أقل ما يقال إن هم معجونين بمية النادي الأهلي، بيحبوا النادي الأهلي، بيعشقوا النادي الأهلي، عارفين قيمة تراب النادي الأهلي. النادي الأهلي ما مش مجرد نادي، النادي الأهلي مش مجرد بيت بيلم الجميع، النادي الأهلي عدى مرحلة المدرسة، هي كلية وأكبر من الكلية كمان، بتعلم الكل. أدي مشهد سيادة المستشار وهو بيعلم عن النتيجة، إشراف قضائي على أعلى مستوى، كان في صورة 45 قاضي، مفيش نزاهة أكتر من كده، مفيش حلاوة أكتر من كده، فرحة من مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية بعد إعلاء النتيجة. وده مكسب للنادي الأهلي، مش مكسب لأشخاص، ده مش مكسب للمهندس محمود طاهر، ده مكسب للنادي، مكسب للكيان، الأهلي فوق الجميع. حتى المهندس محمود طاهر بعد كلمته اللي أعلن فيها اعتماده للائحته الخاصة قال الأهلي فوق الجميع. وهو ده المعنى الكبير، هو ده المشهد الجميل اللي كلنا شفناه. واحد كان متأثر جدا في إعلان النتيجة الصراحة، لأن النادي الأهلي على مدار 110 سنة هو من يضع قوانينه، هو من يضع لوائحه، هو من يقود، هو دائما سباق في كل حاجة. يوميا بتكلم مع حضراتكم، النادي الأهلي ترمومتر أداء الرياضة المصرية في كل الأصعدة، سواء على الصعيد الإداري، سواء على الصعيد الفني في الرياضات، سواء على الصعيد الثقافي والمجتمعي. النادي الأهلي حاجة وبقية كل حاجة حاجة تانية، في اختلاف واضح، لأن في استراتيجيات، لأن في أسس، لأن في ثوابت، لأن في مبادئ، حاجات كتيرة قوي الواحد يفضل يتكلم فيها عشان تثبت مدى اختلاف النادي الأهلي عن ما حواليه. وهو ده اللي شفناه ولمسناه في الفترة اللي فاتت من وعي الجمعية العمومية وتحدي للجميع. صراحة
ال 15,000 اهلاوي بجد اللي ذهب واعلن عن حضوره حتى لو كان مختلف، لكن اعلن عن حضوره، مارس الديمقراطيه، قال رايه، عبر عن انتمائه. والانتماء مش مجرد كلام، كلمه انتماء مش مجرد كلام، الكلام سهل ولكن الفعل هو الاصعب. كلام سهل جدا 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 ان اي حد يقول لك انا بنتمي، ولكن الفعل هو اللي بيؤكد ذلك. الافعال هي من تصنع التاريخ، والتاريخ يصنع من النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو من يصنع وهو من يتحكم، والنادي الاهلي هو من يبقى والكل ذائلون. نادي الاهلي قرر ارسال الخطاب الى اللجنه الاولمبيه بنتيجه اجتماع الجمعيه العموميه الخاصه اللي عقدت يومي الجمعه والسبت، واللي نتج عنه اعتماد لائحه النادي الخاصه. وايضا وجه يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده المهندس محمود طاهر الشكر وكل الشكر للنيابه الاداريه، صراحه اشراف قضائي على اعلى مستوى، قمه النزاهه اللي شفناها، مفيش تفصيله، مفيش تفصيله عدت على القضاء. الموضوع كله على الهواء، صوت وصوره، ما فيش حاجه معينه اتصورت وحاجه تانية، لا لا، كله كان على الملعب، كل حاجه، ما بقتش في حاجه بتستخبى في هذا التوقيت. ووجه الشكر لهيئه النيابه الاداريه اللي اشرفت على اعمال الجمعيه العموميه. وبعيدا عن ذلك، ايضا النادي الاهلي دائما سباق في انه ارسال التهنئه الى الكابتن او السيد مجدي ابو فريخه بعد فوزه برئاسه اتحاد كره السله، وايضا الكابتن معتز عاشور بعد فوزه برئاسه اتحاد التنس الطاوله. جمعيه عموميه قالت صوتها، قالت رايها، النادي الاهلي اعتمد لائحته، وباي باي للاسترشاديه، باي باي للعوار، باي باي لاسباب كتير جدا كان ممكن تؤدي النادي الاهلي الى نفق مظلم في العديد من الاشياء. في لائحه تم اعدادها ما تمش اعدادها بالمستوى المطلوب، ولا بالمستوى المدروس، ولا عن دراسه، ولا عن وعي، ولا عن حاجات كتير قوي. احنا بقالنا فتره قعدنا يعني نتكلم على المشاكل اللي في الاسترشاديه. رئيس لجنه الشباب والرياضه المهندس فرج عامل طلع حس جماهيره واعضاء جمعياته العموميه في نادي سموحه بانها كارثيه، واستشهدنا بالعديد من الخبراء في القوانين واللوائح، وطلعنا بند بند ومشكله مشكله. يعني تخيلوا النادي الاهلي عشان يلعب ماتش ودي باخد موافقه ثلاث جهات، حاجات بعيده قوي عن المنطق. باي باي للاسترشاديه، واهلا بلائحه النادي الاهلي الخاصه للاجيال ورا الاجيال، وهو ده اللي قاله المهندس محمود طاهر، ده مستقبل اجيال النادي الاهلي في الفتره المقبله. ان شاء الله كل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي بعد اعتماد لائحته الخاصه، انها فعلا تكون سند للاجيال القادمه. نروح من مواضيع بقى اللائحه والاسترشاديه ونرجع للكوره، الكوره الجميله اللي الناس كلها حابه انها تسمع اخبارها. عوده اجاييه ومشاركه مؤمن زكريا وغياب اسلام محارب في تدريبات النادي الاهلي. النادي الاهلي واصل فريق الكره في النادي الاهلي تدريباته على فترتين خلال المعسكر الحالي بمدينه 6 اكتوبر في اطار الاستعداد الخاص لانطلاق الدوري العام، وايضا مواجهه الترجي التونسي المقرر لها 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الثمانيه ببطوله دوري ابطال افريقيا. مران الجماعي شارك فيه مؤمن زكريا بعد تعافيه من اصابه في جزع الكاحل، كما انتظم جونيور اجاييه في التدريبات بعد انتهاء اجازته وحصل عليها من الجهاز الفني عقب الفوز بكاس مصر، بينما اعفي الكابتن حسام البدري اسلام محارب من المشاركه في التدريبات بسبب شكواه من الام في عضله الحوض. اول حاجه، فكره المعسكر في هذا التوقيت فكره كانت ذكيه جدا من كابتن حسام البدري. اول، ببعد فريقي عن كل ما يحدث، مواضيع اللائحه ومواضيع الكلام وكل الكلام ده، انا كمدير فني على مستوى عالي واخد فريقي بقفل عليه بلغه الكوره، بقول لك نقفل على الفريق، هي دي، نقفل على الفرقه في معسكر، ابتدي اركز في شغلي، ابتدي اجهز استراتيجياتي. عندي بدايه الدوري العام يوم 8، النادي الاهلي امامه اول مبارياته امام طلاع الجيش، فرقه ما هي سهله. طلاع الجيش عمل صفقات، لسه واخد حتى اللاعب محمد ناصف من نادي الزمالك، بيدعم صفوفه مع مدير فني صاعد صراحه على مستوى عالي جدا كابتن احمد سامي.
كابتن حسام البدري عنده مشاوير الفترة اللي جاية، المشوار الأولاني بداية الدوري العام، المشوار الثاني عنده لقاء الترجي التونسي دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا يوم 16 المقبل 16 سبتمبر. كل الكلام دوت في دماغ كابتن حسام البدري وبيفكر له من خلال التدريب، فكر في دماغ الجهاز الفني والتطبيق في التدريب، وما يحدث في التدريب هو ما يحدث في المباراة. طبعا بيغيب اللعيبة الدوليين على هذا التمرين، ولكن الكابتن حسام البدري مفيش لعيب أساسي ومفيش لعيب احتياطي، شفنا الكل يشارك في الفترة الماضية، وهو ده اللي بيعتمد عليه الكابتن حسام البدري في الفترة المقبلة إن شاء الله، تجهيز الكل لكي يكون جاهزا للمشاركة في المباراة. هروح من النادي الأهلي لمنتخب مصر ومباراة أوغندا، مباراة مصرية تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا. منتخب بيبحث عن بطاقة تأهل غائبة بقالها 27 سنة، موضوع طول، موضوع بوخ، ولكن في هذه المرة مدير الفني بقيادة هيكتور كوفا الأرجنتيني عنده أمال وعنده طموحات، وكل الجماهير 100 مليون مصري الآن الكل وراء منتخب مصر. مدير الفني المنتخب مصر استقر على خوض مران واحد فقط قبل لقاء أوغندا في المباراة المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل إن شاء الله في الساعة 3 عصرا. كوبر اكتفى بالمران الصباحي لهدي فريق صباح اليوم بملعب برج العرب، وقبل التوجه إلى المطار لشد الرحال إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد يوم الأربعاء على ملعب نيلسون مانديلا اللي بيستضيف اللقاء. نيلسون مانديلا ده واحد من الزعماء في جنوب أفريقيا، ولكن هو تم إطلاق اسمه على ملعب أوغندا. جهاز الفني، نروح بقى للخبر الثاني اللي ضم 9 محترفين للمعسكر. التسعة محترفين هم محمد صلاح لاعب ليفربول، محمد النني لاعب أرسنال، رمضان صبحي ستوك سيتي، احمد حجازي ويست بروميتش اليون، سام مرسي ويجن اتلتيك، ومحمود كهربا اتحاد جده، محمود ريزيجيه قاسم باشا التركي، احمد حسن كوكا سبورتنج براغا البرتغالي، عمر جابر بازل السويسري. جهاز الفني استبعد مصطفى فتحي من هذا اللقاء، وقرر ان خضوع اللاعبين لجلسات استشفائيه للتخلص من الاجهاد، خاصه ان اغلبهم خاضوا مباريات قويه جدا مع انديتهم. في حاجه مهمه لازم نتكلم فيها، ان الجهاز الفني المنتخب مصر في الفتره اللي فاتت عنده سيستم معين. السيستم اولا سيستم في طريقه اللعب، سيستم في الاختيارات، سيستم في معالجه اموره داخل الجهاز وداخل القائمه في منتخب مصر. الحاجه الاولانيه هيكتور كوبر من المديرين الفنيين اللي فلسفته الى حد ما متحفظه، يعني اتقال عليه كومباكت ديفنسنج، وبيعمل حاجه اسمها كويك كاونتر او مرتد سريع. هيكتور كوبر القوام الاساسي لمنتخب مصر منذ قدومه حتى الان هتلاقي تغيير في 3-4 لعيبه بالكثير، و3-4 لعيبه ممكن تلاقي منهم 2 شاركوا و2 لا، يعني حتى بيبقى ليهم سابق مشاركه. قليل قوي لما تلاقي اسم جديد بيضاف الى قائمته. ده حاجه من الحاجات الاجانب ما بيحبوش التغيير الكتير، لان هو وضع سيستم معين جدا، يعني ابتدى بيه من بدايه التصفيات حتى الان. دايما بيعتمد على طرفين بيكونوا على منتهى السرعه، وده واحد منهم بنسبه 100% ربنا يديله يعني دائما كامل الصحه والجاهزيه محمد صلاح، وهيبقى في المباريات اللي بره ممكن تلاقي تريزيجيه، مباريات اللي في القاهره ممكن تلاقي رمضان صبحي. ده من الحاجات السيستماتيك اللي ما بتتغيرش مع مستر كوبر. محمد النني نو كومنت في وسط الملعب، مين جنبه هو ده اللي ممكن يبقى فيه متغيرات، ولكن محمد النني في وسط الملعب. صراحه جاهزيه اللعيبه المحترفين بتديله دفعه مهمه جدا، لان ما شاء الله حجازي ماشي بشكل كويس، رمضان صبحي ماشي بشكل كويس، تريزيجيه ماشي بشكل كويس، احمد حسن كوكا ابتدى يخش ايضا بشكل كويس، ولكن حصل له اصابه. فكل هذا الكلام، حتى اللعيبه المحترفين في الدوري السعودي ايضا ماشيين بشكل كويس. فكل ده
بيدي للمنتخب مصر بعض من الحلول اللي هيكتور كوبر دائما بيعتمد عليها في اللقاءات القادمة. نكمل كلامنا عن اخبار منتخبنا المصري، وحسام عاشور بيصرح بيقول الفوز على اوغندا اهم من المشاركه اساسي. ده تصريح ياتي من لعيب ذو قيمه، ده تصريح ياتي من لعيب كابتن من كباتن النادي الاهلي، لاعب من اللعيبه اللي بنقول عليها دايما اندر ريتد، يعني ما بياخدش حقه، ولكن هو في وجدان جمهور النادي الاهلي له حقه كاملا وزياده، في وجدان كل من يعشق كره القدم يعرف يعني ايه اهميه لاعب بحجم حسام عاشور. مسمار وسط ملعب ما شاء الله 32 بطوله مع النادي الاهلي حتى الان، ريكورد مهم جدا في مشوار حسام عاشور. حسام عاشور اكد ان مباراه اوغندا الخميس المقبل مش هتكون سهله على الفريقين، وخاصة انها تكون مصرية لكلا المنتخبين في مشوارهم في التصفيات المؤهلة لروسيا 2018، واضاف ان جميع اللاعيبة في كامل تركيزهم من خلال المعسكر المنتخب في برج العرب من اجل تحقيق الحلم الاكبر وصول لكاس العالم، واتكلم على المشاركة اساسي. قال عاشور المهم تحقيق الفوز واهم حاجة الاقتراب من الصعود الى المونديال، ومعنا على الهاتف الناقد الرياضي الزميل حسام زايد، الناقد الرياضي بجريده الشروق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي. عايزين نعرف منك اخر استعدادات المنتخب الوطني، عنده لقاء مهم ومصيري امام اوغندا يوم الخميس المقبل، عايزين نعرف ايه اخر استعدادات المنتخب الوطني. تمام، يمكن طبعا كل الناس عارفه كابتن محمد ان المنتخب دلوقتي عنده معسكر مغلق في برج العرب قبل السفر ان شاء الله. النهارده طبعا انضم احمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وكريم حافظ، بكره باذن الله كل باقي اللاعبين المحترفين هينضموا للمنتخب، وبكده يكون يعني بكره اول مره هيكون المنتخب مكتمل الصفوف طبعا من بدايه المعسكر. يعني اللعيبه المحترفه طبعا هيكون في تمرين واحد قبل السفر، هيسافروا يوم الثلاث ان شاء الله بطياره خاصه عصر يوم الثلاث، والمباراه يوم الخميس. يعني خليني اقول لك يعني في تركيز كبير داخل المعسكر المنتخب، في التزام من جميع اللاعبين، في تشديد على عدم السهر بعد الساعه 12، كله بيدخل الغرف بتاعته، يعني غير مسموح بالتواجد في خارج الغرف بعد الساعه 12 ليلا. يعني خلينا نقول انه مباراه مهمه، كل اللعيبه يعني اجمعت انه مباراه مهمه لازم نكسب ان شاء الله في اوغندا، بحيث يبقى خلاص الخطوه قربت جدا من التاهل في المباراه الثانيه في برج العرب يوم 5 سبتمبر. اعتقد كل الامور يعني دلوقتي مهيئه، الكل بيتكلم انه الفرصه مواتيه، يمكن اقرب فرصه لينا خلال الفترات الماضيه كلها، ان احنا متصدرين 6 نقاط، اوغندا هي المنافس المباشر لينا. كل الكلام ده بيتقال في الجلسات المغلقه او الجلسات اللي بتحصل ما بين اللاعبين، والكلام اللي بيقوله مستر هيكتور كوبر للاعبين كمان، يعني مجلس الاداره بالكامل، مجلس اداره اتحاد الكره بالكامل من امبارح يعني تباعا موجودين في التدريب، المهندس هاني بوريدا موجود يعني في الفندق بيبات مع اللعيبه. فاعتقد ان الكل التركيز على المباراه، حتى الجمهور نفسه، الناس بدات طبعا بتتكلم على المباراه، كل الناس في مصر دلوقتي كل التركيز على المباراه، وده واصل للعيبه تماما. يبقى فقط يعني التوفيق للمستر كوبر في اختيار التشكيل بتاعه وللعيبه في المباراه ان شاء الله. حسام، ما دام انت وصلت لموضوع التشكيل، شايف مين اقرب اللعيبه اللي ممكن تكون مكان علي جبر مثلا في خط الدفاع؟ يعني هو طبعا يعني يمكن استدعى محمود عزت، لكن انا اعتقد يعني اكيد مثلا سعد سمير ممكن يكون موجود، اتوقع ان هو يكون موجود بشكل اساسي ومعاه حجازي لما يعني يجي من انجلترا، فاعتقد ان الاثنين دول الاقرب ان هم يبداوا المباراه، خاصه انه يعني حجازي يعني ما كانش بعيد طبعا، هو اساسي كان الفتره اللي فاتت مع المنتخب، كمان ان هو يعني في وجوده الفتره اللي فاتت دي كلها مع الاهلي، يعني متعود على اللعب بجنب سعد سمير، فاعتقد ان الاثنين دول الاقرب ان هم يبداوا المباراه باذن الله. طيب جاهزيه صالح جمعه، وجود عبد الله السعيد، في ابتدت كوبر يبقى عنده حلول اكتر اضافه الى المحترفين، هل شايف ده فعلا دخول صالح جمعه بشكل مميز جدا في الفتره اللي فاتت ده بيدي اريحيه لكوبر في اختياراته؟
طبعا يعني خليني اقول لك استاذ محمد انه الجهاز الفني كان في اجماع على اختيار صالح جمعه، يمكن اول مره ينضم للمنتخب من فترات بعيده، لكن يمكن الافضليه ادت صالح جمعه لانه ظهر في كل المرات اللي شارك فيها مع الاهلي ان هو ليه تاثير، ان هو بيقدر يغير سير ونتيجه المباراه في اي لحظه، سواء بدا المباراه او سواء شارك كبديل، فده كان حاجه مهمه بالنسبه للجهاز الفني ان هو شايف ان صالح جمعه يكون عنصر مهم، وانا اعتقد واتوقع ان هو ممكن يكون له دور لكن مش من بدايه المباراه، ممكن يكون كبديل، واتمنى ان هو يظهر بشكل جيد كما هو متوقع يعني. طيب عايز اسالك في مركز راس الحربة عندنا كهربا وفي عمرو جمال، مين من وجهه نظرك شايف ان ممكن يكون الاقرب للبدء في هذا اللقاء؟ يعني السؤال ده يمكن كمان سالناه لمستر هكتور كوبر في المؤتمر الصحفي، وسالناه سؤال مباشر، هل في مشكله في خط الهجوم في مصر؟ لانه الفترات الاخيره كان في مشكله في التهديف، وده يعني الناس كلها بتتكلم عنه. هو الراجل طبعا يعني برد دبلوماسي قال لا احنا مش بنعاني من اي مشكله، وان اللعيبه اللي موجوده معايا دلوقتي هي الافضل بالنسبه لي في مصر، وده طبعا يعني رد دبلوماسي لانه اكيد هيقول كده كراجل يعني خلاص اختار التشكيله بتاعته، لكن في النهايه هو يعني دايما والاقرب ان هو ممكن يعتمد على كهربا ان هو يبدا بيه يعني كراس حربه او يعني مع الثلاثه اللي قدام، لكن في النهايه هو يعني المباراه خارج ملعبنا طبعا، فبالتاكيد مش هيعتمد على راس حربه صريح. فيعني كل الكلام وكل الانباء اللي جايه من المعسكر انه غالبا كهربا هو اللي هيبدا المباراه. طيب عايز اسالك، هل تم اعلان عن مكافئات تحفيزيه من قبل المسؤولين في اتحاد الكره لهذا اللقاء؟ هو الكلام انه ما فيش يعني مكافاه يعني اضافيه، لكن في النهايه اكيد طبعا لو المنتخب فاز في المباراتين وحسم بطاقه الصعود بشكل رسمي، انا اتوقع ان هو هيكون في مكافئات كبيره لكل اللاعبين، لانه يعني كل مره يعني المره اللي فاتت في 2014 كان في مكافئات مرصوده يعني بالملايين، فانا يعني في اعتقادي ان هو لو المنتخب باذن الله ربنا كرمهم وصعدوا ده هيكون يعني حلم كبير تحقق من 28 سنه. والله يا حسام انا شايف ان فرحه ال 100 مليون مصري احسن مكافاه للاهلي. اكيد لا اكيد يعني ده كل ده الكلام ده كله يعني، وانا ان كنت يعني شايف انه اللعيبه يعني حاليا مش في تركيزها المكافآت بقدر ما هو التركيز على الوصول لكاس العالم، ان ده فعلا يعني حلم بالنسبه لنا كلنا، واعتقد باذن الله يا رب بدون مقاطعه هتكون فرحه كبيره جدا في كل شوارع مصر وبالتزامن مع عيد الاضحى المبارك باذن الله. ناقدنا الرياضي حسام زايد الصحفي طبعا بجريده الشروق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نروح للدوري الانجليزي، هروح لملعب الانفيلد في ليفربول الجوله الثالثه، لقاء من امتع اللقاءات اللي حدثت في هذه الجوله. قطار ليفربول بمحركه والدينامو السريع الفائق السرعه محمد صلاح بيد هس مدفعجيه الارسنال باربع اهداف مقابل لا شيء. ابتدى التهديف في الدقيقه 17 النجم البرازيلي فيرمينيو، ثم ضعف ساديو ماني في الدقيقه 40 الهدف الثاني لليفربول قبل ان يستطيع محمد صلاح انه يكافئ نفسه على مجهوده في هذا اللقاء في الدقيقه 57 انه يحرز الهدف الثالث، ثم يصنع في الدقيقه 77 لدانيال ستوريدج الهدف الرابع. ده صور من محمد صلاح في هذا اللقاء امام مين؟ امام الكسيس سانشيز. محمد صلاح في هذا اللقاء قدم مستوى مبهر، بدايه الشوط الاول تحركات سريعه، محمد صلاح كان دايما اكتف على المرمى، دايما بيساعد زملائه، قليل قوي لما بيخسر الكور المشتركه، ساحب الديفنس حواليه عشان يدي مساحات لساديو ماني وفيرمينيو يسجل الاولاني الهدف الاول وساديو ماني الهدف الثاني، وبعدين في الهدف الثالث 65 يارده سباق ما بينه وما بين المدافع بيلرن الظهير الايمن لفريق الارسنال، ولكن في السرعه ما حدش يغلب صلاح. نايتروس بقى اشتغل واتفتح ومحاومين واللي حصلني كسرني ما حدش يقدر يصلح يعني يلحق صلاح يحط الهدف الثالث بفرحه جمهور ليفربول وفرحته هو الشخصيه في الهدف، لانه كان لسه مضيع انفراد قبله امام بيتر اتشيك. صلاح بيذهب كثيرا والناس بتقول لك هو مش كل الكور، ده طبعا الصورة بتعبرك على وضع الارسنال، ده مين؟ ده مسعود اوزيل واحد من اكفأ المهارات في العالم ونجم منتخب المانيا. صلاح بيروح كتير، الناس كلها منتظره من صلاح ان كل كوره امام المرمى يجيب جول، ودي حاجه تضاف له هو شخصيا ان ادالهم الثقه
ان انا قادر ان انا اسجل، ولكن اللي بيروح كتير بيسجل واللي بيضيع بيجيب، وده اللي محمد صلاح ما شاء الله دائما بيصنع الفارق مع فريق ليفربول. اندمج سريعا تحس ان هو معجون بميه الانفيلد، الجمهور كله بيتفاعل معاه في كل كوره. مان اوف ذا ماتش الصراحه، واحده من المباريات للتاريخ. الارسنال فريق كبير وداخل وهو يعني من الفرق الكبيره جدا، معاه نجوم كبار، أليكسيس سانشيز معاه نجوم كبار، ويلبك كان يلعب، اوزيل كان يلعب، ولكن عاب هذا المدرب ارسن فينجر انه لم يشارك بيه النني، وكان مستوى ارون رامزي وتشاكا في وسط الملعب محل انتقاد. حتى جمهور فريق الارسنال بيسال فين النني؟ النني بيحلله كان مشاكل كتير جدا، ولكن صلاح اجتهد واكتسح. وحتى الارقام دائما لا يعني لا تكذب، يعني اليوم الارسنال لم يسدد اي تسديده على قائم حارس الفريق كاريس اللي كان مكان مينيولي في هذا اللقاء. ارسنال بيعد ثاني فريق من تلقى فريقه تسديدات على المرمى منذ بدايه الموسم، هو 120 تسديده، ودي بيبين لك ان دفاع الارسنال فيه مشاكل. أول لقاء لم يسدد فيه الأرسنال بين الثلاث خشبات، ودي حاجة تبين لك أفضلية ليفربول. 12 ثانية بس فصلت بين الكرة الضربة الركنية لفريق الأرسنال وهدف محمد صلاح والماراثون اللي جري فيه في 65 ياردة. يعني ممكن نتكلم فيه حوالي لا يقل عن من 60 ل 65 متر ما بينه وما بين مدافعي الارسنال، ما حدش يقدر يلحقه. وساديو ماني هو ثالث لعيب في تاريخ ليفربول بيسجل في اول ثلاث مباريات في الموسم بعد النجم الانجليزي طبعا المخضرب روبي فاولر اللي عملها في 94 95. ودي من الحاجات اللي يعني كانت موجوده في لقاء اليوم. صراحه محمد صلاح مباراة بعد مباراة بيثبت وجوده بشكل كبير جدا، بيرد على الجميع، وهو مش في دماغه ان هو يرد، هو في دماغه ان هو يصنع فريق. صلاح بيسجل في دوري ابطال اوروبا امام اوفن ايم في الشامبيونز ليج، صلاح بيسجل في لقاء اليوم، صلاح بيسجل في اول لقائه في واتفورد، صلاح في ماتش كريستال بالاس كان هو العلامه الفارقه لفريق ليفربول، وحتى يورجن كلوب بيقول لك عليه هو انبليفبل، يعني انا مش مصدق هذا المستوى الكبير، لان محمد صلاح ما شاء الله بيؤدي بمستوى اكثر من رائع. اخد مع حضراتكم سريعا لقاءات اليوم. تشيلسي النهارده تغلب على في ماتش صعب امام ايفرتون بهدفين مقابل لا شيء، كان احرز سيسك فابريجاس هدف الاول، وضعف اللاعب الباريو موراتا الاسباني قادم من الريال لنادي تشيلسي الهدف الثاني. ثم وست بروميتش البيوم وستوك سيتي، رمضان صبحي يعمل اسيست حجازي بيقلش الكوره عشان بيتر كراوتش يحط الهدف الاول لفريق ستوك سيتي. ثم كان جاي رودريجيز كان احرز الهدف الاول لفريق وست بروميتش البيوم. وايضا توتنهام يسقط في فخ التعادل امام بيرنلي، ديلي الي بيحرز الهدف الاول في الدقيقه 49 ثم يعادل كريس وود في الدقيقه 92، وده كان من الاهداف الماراثونيه لان في الدقيقه 92 كان الامس ايضا كان في ماتش مانشستر سيتي وبيلاعب بورنموث، واستطاع ابناء جراديولا ان هم يحطوا طبعا ده رد فعل حجازي، ولكن ما فيش حد ما بيغلطش طبعا. نجمنا كبير حجازي من اللعيبه اللي ما شاء الله حتى في الفانتازي الناس مبسوطه بيه في الخارج، ما شاء الله حالته البدنيه حاله مهمه جدا، واقف على رجله بيعرف ازاي، يعني هو اللي بيتحكم في مسار الديفنس لفريق وست بروميتش البيون. توني بوليس بيشكر فيه دائما المدير الفني للفريق، وايضا جمهور وست بروميتش البيون دائما الاشاده باللاعب حجازي. ولكن انت مبسوط انك بتشوف رمضان امام حجازي، مبسوط انك تشوف محمد صلاح، مبسوط انك بتشوف المحمدي، وكنا هنتبسط اكتر لو كنا شفنا النني. خليني اقول لحضراتكم كده ترتيب الجدول الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد في الصداره 9 نقاط، ليفربول في المركز الثاني، وهيدلسفيلد تاون في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط. ويست بروميتش بوجود حجازي بفضل حجازي والكلين شيتس اللي في اول لقاءين في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، الصراحه اضافه كبيره جدا اضافها اللاعب حجازي للدوري الانجليزي وفريق ويست بروميتش البيون.
الخبر الأخير هو خبر بيبين لك كيف تصنع الرياضة الأموال. الرياضة خلاص أصبحت بيزنس، وبيزنس كبير جدا. في ملاكم بيلعب وزن خفيف تقيل اسمه ماي ويذر، عنده 40 سنة وبطل خلاص، بطل، اعتزل الملاكمة وأعلن اعتزال. وفي لاعب في رياضة اسمها اليو اف سي، اليو اف سي دي اللي هي بتتكلم ان انت بتلعب كل الرياضات القتالية في رياضة واحدة، عشان كده هي اسمها يو اف سي. ودي بقى بنشوفها في ديزرت فورس والحاجات اللي حركوا بيتبعوها. طبعا يعني مسؤولين التنظيم عن هذه اللقاءات حبوا ان هم يعملوا لقاء تاريخي، يجيبوا واحد معتزل عنده 40 سنه ويجيبوا لاعب شاب بيلعب رياضه اليو اف سي اللي ابتدت ناس كتير كده تحبها وتشجعها وتتابعها وتتابع حتى البطولات، وعملوا لقاء تاريخي. هذا اللقاء التاريخي نسبة الإجمالي الفلوس اللي الربح اللي فيها عدت 700 مليون دولار، وده رقم لم يحدث من قبل. طبعا النجم هذا هو اللاعب ماي ويذر، نجم الملاكمة الأمريكي، مسك الراجل ماكجريجر الأيرلندي، اداله علقة موت في هذا اللقاء. واللي حضر بقى العفريت وما يعرفش يصرفه يتحمل أذاه. الراجل بتاع اليو اف سي كان حاله في اللقاء زي ما حضراتكم شايفين ولا كانه موجود، وحتى الراجل وهو جايبينه من على القهوه وهو مبطل طلع خلص عليه قصه اللقاء. ولكن تخيلوا ان ماكجريجر اللي خسر اللقاء على الاقل خد 30 مليون يورو، وبنسبته في البث هيصل الى 100 مليون دولار بقى، مش 100 مليون يورو. وعوائد البث بتاع هذا اللقاء 700 مليون دولار. وماي ويذر الملاكم الاسود اللي يعني دلع الراجل بتاع اليو اف سي كده في هذا اللقاء واداله علقه جامده جدا كسب 390 مليون دولار. هكذا الرياضه اصبحت صناعه، اصبحت بزنس. الرياضة دائما بتصنع يعني الأموال. لو حضراتكم تتذكروا لقاء القرن ما بين محمد علي كلاي وفي زئير في كينشاسا، لو حضراتكم تتذكروه هذا اللقاء يعني عداه في البث والكل كان بيحاول يشوف ماكجريجر أمام ماي ويذر هيعمل فيه إيه، ولكن في الأخير البوكسنج بتكسب أي رياضة. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.